اهلا بحضراتكم مره ثانيه اتكلمنا طبعا عن مباراه الحلم النهائي دوري الابطال ما بين ليفربول وريال مدريد من خلال وجهات النظر لكن دلوقتي من خلال ناقدنا ومحلل الاداء الرائع محمد الباز هنعرف الفروق هنعرف ايه يعني نقاط القوه والضعف في كل فريق كمان من خلال الارقام في احصائيه مميزه جدا جدا لهذه المباراه المهمه محمد مساء الخير عليك وبنرحب بك مساء الخير كابتن هاني تحياتي لحضرتك وجمهور الحمد لله كله تمام بسألك السؤال اللي بساله دايما وما تقوليش 50 50 انت نتيجه ريال مدريد وليفربول ازاي ومين هيكون الفائز هو التوقع هيكون يعني بناء على ارقام وتحليليه ماش. رقميه بتقول 54% فوز لليفربول مقابل طبعا 46% زعله غياب الجنيه دي كده مننا بس مش مشكله <applause> ال 54% دول جم ازاي ده بيزد على بوينتس معينه تمت من خلال قياس طبعا المعدل التهديفي ونسب التهديف والاهداف المحرزه والاستقبال الاهداف وطبعا الاكس جي طبعا اللي هو الاكسبكتد جولز بول. الاهداف المتوقعه وده طبعا بيكون قائم على قياس الكواليتي للشوطات شوتس اون تارجت وارقام كبيره واحصائيات مختلفه لما بنتكلم كلها كانت لصالح ريال مدريد بعض الارقام في صالح ليفربول, ليفربول 54% ده تم ازاي لان ليفربول لو بنتكلم على الصعيد المحلي او في الدوري الانجليزي جايب السنه دي 94 هدف واستقبل تقريبا 26 او 24 هدف مقابل طبعاً ريال مدريد في الدوري الأسباني أحرز 80 هدف واستقبل 31 هدف طبعا الهداف هنا كريم بنزيما ب 27 هدف وهداف ليفربول محمد صلاح ب 23 هدف الارقام ديت على الدوري صعيد المحلي او الدوري الانجليزي لو بنتكلم على الشامبيونز ليج السنه دي ليفربول يعني مقاربين يعني ليفربول من ناحيه التهديفيه 30 هدف حتى الان في الشامبيونز ليج مقابل 28 هدف لريال مدريد استقبلوا هم الاثنين برضو اهداف مش كثيره بنتكلم في 16 هدف اما الناحيه التهديفيه او الهجوميه الفريتين يعني قد يكون متعادلين او مقاربين هداف الشامبيونز ليج حتى الان طبعا هو كريم بنزيما تقريبا 15 هدف حتى الان الارقام بتقول لنا طبعا بيزد على معدل الفوز لريال مدريد ومعدل الفوز لليفربول خلال كل المباريات في الشامبيونز ليج او في الدوري المحلي الكفه بتوزن اكتر عند ليفربول نسب ده ده الفوز بالنسبه للبريمير ليج والشامبيونز ليج الموسم الحالي عموما الحالي يعني في كل في صالح ليفربول في صالح ليفربول بنسبه 54% قياسا على كل النقاط اللي احنا قلناها ده توقع رقمي طب حلو كويس كويس ان حد قال يتوقع <applause> يعني ان شاء الله كل يعني كلنا بنحب محمد صلاح ونفسنا نفرح لكن كمان في ناس بتحب بتحب بحب بحب. كمان ريال مدريد وبيشجعها يعني عايزين نشوف يعني مباراه كلنا بصراحه مستنيينها صحيح التشكيله تشكيله الفرقتين المتوقعه بالنسبه لك لليفربول ايه؟ السيستم المعروف طبعا يورجن كلوب 4 3 3 بنتكلم في اليسون في حراسه المرمى بنتكلم في خط الدفاع وخط الخلف طبعا من اليمين للشمال بنتكلم في ارنولد طبعا الظهير الايمن احسن باك يمين او ظهير ايمن في العالم حتى الان بنتكلم في اثنين قلب الدفاع معانا طبعا فان دايك وكوناتي في الغالب يعني ده ده المتوقع, المتوقع يعني يعني طبعا يعني هو هو اكثر خبره اكثر يعني ثباتا ولكن بالارقام كوناتي كنتي لم يخسر اي مباراه منذ اتى الى ليفربول يبقى يلعب يعني وشه حلو <applause> روبيرسون طبعا الباك الظهير الايسر نتكلم في الثلاثه اللي قدام في نص الملعب نبي كايتا ده يعني في الاغلب هيبدا بيه وطبعا هندرسون ومعاهم الكانتارا تياجو الكانتارا ثلاثه خط الهجوم من الجناح طبعا محمد صلاح وبنتكلم في ممكن طبعا دياز يعني في الغالب او ماني في الـ في الـ طبعا العمل. ماني كطبعا كسترايكر. وخلي بالك احنا لما بنتكلم على الثلاثه دول ما فيش ما فيش بوزيشن بالزبط. يعني طبعا ماني ممكن يجي الناحيه دي محمد صلاح بنشوفه كتير داخل كراس حربه حتى دياز في بعض الاحيان بيبقى راس حربه فانت بتتكلم على الثلاثي بدون مركزيه لا مركزيه لا في مركزيه في ودي الديناميكيه الديناميكيه اللي دايما كنا بنتكلم عليها عند ليفربول وبنتكلم هنتكلم طبعا نقاط القوه والتحركات عندهم بتكون شكلها ازاي زي ما حضرتك حضرتك قلت داي... دايما ارنولد بيبقى خلاص الفول باكس عندهم دايما بيطيروا سواء ارنولد او ريبرسون ودايما وبي... داي... دايما بنشوف محمد صلاح او ماني او دي لازم حضرتك قلت بيخشوا في العمق وبيفتح المساحات لارنولد ان هو يطير او طب على مستوى الريال بالنسبه للريال طيب. طبعا كورتوا في حراسه المرمى طبعا لا غنى عنه يعني من احسن الحراس هذا العام نتكلم برضو السيستم الثابت عند انشيلوتي هو 4 3 3 نفس السيستم ليبقى. نفس السيستم ولكنه بيعمل شويه تغييرات 4 2 3 1 وده اللي لعب بيها قدام المان سيتي المباراه الاخيره وهنتكلم هو ليه عمل كده أه بنتكلم برضو في في الاربعه في خط الخلف من اليمين للشمال طبعا كارفخال وبنتكلم على اثنين قلب الدفاع بنتكلم على الابا و وميليتاو ميليتاو الابا وكارفخال في اليمين ومعانا في الشمال طبعا مندي الباك الشمال او الظهير الايسر الثلاثه اللي قدامهم دايما يعني بيكون في اختلافات كتيرة بنشوف طبعا مودريتش مع مع طبعا كازيميرو كازيميرو, كازيميرو بيتكلم طبعا على توني كروز, توني كروز الالماني التلاتة الهجوم طبعا من ناحية اليمين دايما بيبقى فيه على حسب يعني فيلفيردي بيبدأ بيه في أوقات بيلعب بيه بشكل رودريجو, رودريجو طبعاً. طبعا, بنزيمة بنزيما طبعا اللي هو دايما نتكلم على فينيسيوس فينيسيوس كان فيه ثنائية وانت تكلمت عليها <applause> وخلي بالك من خلال برضه اكيد ليفربول بيحلل ريال مدريد بس مش صحيح. في المباراه الاخيره في سابقه الثنائيه ما بين بنزيما وفينيسيوس تفتكر هيبقى حلها ايه بالنسبه ليورجن كلوب على مستوى الدفاع يعني صعب جدا صعب. مع يورجن كلوب ودي مشكله خطيرة اللي هنتكلم عليها في نقاط الضعف عند ليفربول يلا بينا يلا بينا ننطلق الاول دايما بنتكلم على ليفربول المشهور على ليفربول البريسنج او طبعا الضغط العالي الضغط العالي الهاي بريسنج عند ليفربول احنا ممكن ننقل نبص على الحالات مع بعض طبعا هو ليفربول طبيعي جدا على فكره يمكن من خلال طبعا بعد فوز المان سيتي بالبريمير ليج يمكن قال جمله قالها يعني جارديول قال لك ليفربول من من اصعب الفرق اللي شفتها في العالم صحيح. يعني فريق صعب جدا ويتكلم على صعوبه اختراق ليفربول صعوبة كمان الضغط العالي اللي بيعمله ليفربول فيعني اشرح لنا كمان انت من خلال من خلال النقاط اللي انت بتقولها يعني وعشان كده على مميزات ليفربول على مستوى الضغط يعني صحيح وعشان كده احنا جبنا الامثله من ماتش المان سيتي عشان نتكلم ازاي الليفربول مع يورجن كلوب بيعمل الهاي بريسنج او الضغط العالي والريتم العالي دوت دايما دايما يا كابتن هاني الجيجن بريسنج ده المصطلح الالماني اللي طوره طبعا يورجن كلوب من ايام ما كان في بروسيا دورتموند الجيجن بريسنج معناه ان انت بتضغط ضغط عالي هنا لهدف معين هو ان انت تولد اخطاء عند المدافعين عند الخصم دايما شكل البريسنج عنده في الضغط العالي بيثبت محمد صلاح كجناح يمين وبيثبت ماني ان هم بيراقبوا الاظهره او الظهير الايمن والشمال عند الخصم صحيح وبيعمل ايه بقى وخلي بالك كمان هو عشان الناس بس تفهم محمد صلاح هو بيراقب اتنين بيراقب كانسيليو بالظبط كده هو بيراقب الباك الشمال وبيراقب كمان السيرت باك بتاعه يبقى عندك اتنين بيراقب اربعه صحيح وبيعمل بيخلي هندرسون من نص الملعب مع تياجو الكانتارا هم, هم اللي, هم اللي ده تياجو الكانتارا وهندرسون هم اللي بيضغطوا على حامل ال... الكرة الكوره في قلب الدفاع ده بيعمل ايه ده بيولد اخطاء ان هو اولا بيقفل زوايا التمرير كلها سواء من ناحيه اليمين او ناحيه الشمال هنا طبعا ماني مستني بس اي تحرك من 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 الظهير الايسر او الظهير الايمن الظهير الايمن عند من... سيتي. دايما ده الشكل اللي متعارف عليه عند ليفربول في طريقه الهاي بريسينج او الضغط العالي دايما الكنتاره دايما هنا مثلا هنا شكل الحل عند ليفربول في حاله الاستحواذ ان لما يكون معاهم الكوره لما يكون بيلعب على فريق زي المان سيتي او ريال مدريد حتى اللي بيلعبوا ضغط عالي او بيلعب حتى لو كومباكت بيلعب الكره كابتن هاني في ظهر المدافعين اللي هو الكرات العاليه الساقطه في ظهر المدافعين سرعات الناس الموجوده بتكلم صح. على صلاح بتكلم على دياز بتكلم على ساديو ماني الثلاث عندهم سرعات يقدروا يخترقوا بشكل اسرع يعني. صحيح وده الشكل اللي هنشوفه في الهدف بتاع ماني امام مان سيتي هم طبقوها بشكل كويس جدا وشكل متكرر في المباراه امام مان سيتي لو احنا هنقف هنا هنبص ده نخش على الهدف ماني وهيشرح لنا الهدف ماني ازاي تم لعب الكرة بدات من هنا طبعا فان من قلب الدفاع لعب الكرة العاليه اللي كنا بنحكي عليها في خلف او ظهر المدافعين بسرعه محمد صلاح هو اللي استقبل الكرة هو ده اللي بنتكلم عليه هو ده اللي اشتغل عليه ليفربول ده هيعاني منه ريال مدريد طبعا في حاله تقدم مندي بشكل كبير جدا لان مندي عمل تو اسيست في المباراه الاخيره وطبعا في حاله كارفاخال هنا بيزيد هو كمان في حاله الضغط العكسي او الارتداد السريع هيبقى في مشكله كبيره جدا امام ليفربول لان هو بيلعب الكوره في ظهر المدافعين السلام محمد صلاح طبعا ضغط العمق هنا ساديو ماني ده اللي بنتكلم عليه دايما ساديو ماني هيعمل مشكله كبيره جدا لكارفاخال في ناحيه اليمين مع ريال وخصصةًا مدريد وخاصه وخاصه كارفاخال كمان بيبقى عنده مشكله لو اللعيب دخل لجوه يعني ما يعني لو لعيب بمستوى الكوره انه بيلعب على الخط بس ما عندوش مشكله لكن في العمق في العمق بيبقى عنده مشكله كبيره جدا يعني صحيح هنشوف ده بالامثله معانا مع اننا بعض الامثله اللعب في العمق وضرب ده اللي قدر بيه الليفربول ان هو ده يكسر هدف ده ماني هدف ساديو ماني بباصت او ثرو طبعا او الاسيست محمد أسوه. صلاح اللي اتلعب بشكل بدات الكره ده البيلد اب بتاعهم وده الشكل اللي بيلعبوا عليه فان دايك, من دايك. وال والكره اللي قبلها برده كان روبرتسون في الناحيه الشمال هو اللي بدا الكره برده اللي لعبها لساديو ماني في العمق بشكل ثرو او كرات طويلة طيب. نخش على نقاط الضعف عند ريال مدريد، زي ما حضرتك قلت بالظبط احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا هو أمام المان سيتي لعب ب 4 2 3 1 علشان طبعا يستخدم توني كروز أو مودريتش في إن هما يساعدوا طبعا ميندي أو ناتشو حتى في قلب الدفاع، عندنا في المثال دوت يا كابتن هاني أه طبعا المثال دوت طبعا في دي دي هجمة وطبيعي هو في الرباعي بتاع الرباعي سلبا. الدفاعي ده كان مرتد سيلفا طبعا هو الشكل العام بي في زياده عدديه بالنسبه لريال مدريد لكن نشوف وا... اللعب دخلت ازاي صحيح دايما في حاله الارتداد او في حاله الدفاع مع الدفاع دايما كابتن تحس كده ان هو مش مركز دايما الكوره او النظرات المدافعين على حامل الكوره وده اللي شفناه يعني لو نرجع نجيب الهجمه من اولها يعني طبعا ده كان محرز من هنا طبعا آه بالظبط ده سيلفا جه من نص الملعب منطلق في مساحه كبيره جدا يعني التمركز عند المدافعين يعني سيء جدا للغايه وده في حاله الارتداد السريع الكره اتلعبت من خلف المدافعين في ناحيه الاقصى اليمين الجناح اليمين كان طبعا رياض محرز الوافل لوحده تماما واستلم الكره ودخل في العمق اتلعبت له هنا بالشكل دوت دي عدم تمركز عدم سليم تمركز رغم ان عدد اللعيبه يعني انت بتتكلم موقف زي ده بتتكلم على خمسه على ثلاثه صحيح لكن البوزيشن ما كانش الوقفه ما كانتش سليمه وطبعا ان تايم محرز بيحرز هدف كان هدف رائع بصراحه لكن من مساحات يعني انت عندنا مشكله عند مندي في الجزئيه ديت وبرده بيتميز انه عنده سرعات في الحاله الهجوميه لكن طبعا دفاعيا ممكن يكون عنده بعض المشاكل نفس الشكل امام تشيلسي في مباراه طبعا السيمي فاينل شفنا كانتيه وارتداده السريع جدا اي مرتده سريعه بتكون بتعمل ارتباك في خط دفاع ريال مدريد برضه موقف 5 على 3 5 على 3 طبعا هنا ارتداد سريع جدا واتلعبت الكره في اقصى الشمال يعني هنمشي معانا ونشوف بالظبط برضه يعني الونسو خد المساحه طبعا الونسو كان منطلق يعني مسافه طويله جدا من من الخلف للامام تقريبا 35 متر 35 يعني. متر لوحده عايزين نبص على التمركز وعين المدافعين في ليفربول وده المشكله الخطيره جدا اللي انا اتمنى مدريد ولا في أه سوري في مدريد. ريال في م. ريال مدريد وده نقاط الضعف عند ريال مدريد دايما ده دا طبعا الونسو قطم لجوه وقطع لجوه ودخل وجابها جول حضرتك لسه قايل على المثال اللعب في العمق على سواء كان كارفخال او حتى ميندي ده اللي شفناه هنا الكره ايضا من تشيلسي اتلعبت في العمق ايضا التمركز يعني نفس واضح المشكلة واضح المسافة ما بين السيردباك والباكين اذا كان باك يمين او باك شمال عندهم مشكلة والوقفة نفسها مش متظبطة بشكل كويس مع يمكن الارتداد اللي مش سريع او بالنسبة لخط وسط ريال مدريد صحيح اتلعبت الكرة في العمق طبعا راح بيها مهاجم تشيلسي واحرز الهدف طيب علي مستوي وسط الملعب فالفيردي طبعا لعيب مميز جدا عندهم حلول مودريتش بيقدم مباريات اكتر من رائعة تفتكر ده ممكن جدا طيب في صوره قدامنا طبعا نقاط حلن. نقاط القوه بقى يعني احنا عمال نشرح ريال. كل نصف. مشاكل عند الريال نزول. لا هم نصف. عندهم زي ما حضرتك قلت بالظبط الثنائيه طبعا فينيسيوس وكريم بنزيما في الغالب هيلعب على المرتدات بشكل كاونتر اتاكس انشيلوتي بشكل كبير جدا نقاط القوه عند ريال مدريد هو في العرضيات ما فيش عرضيه الا تقريبا بنسبه كبيره جدا تفوق 90% الا وتمت يعني احراز كثافه عدديه زي ما انت شايف كثافه عدديه داخل ال 18 يعني كثافه عدديه بمساحات تخلي كل لعيب فيهم لو جات له الكرة ممكن يهدف وده صحيح. ده, ده مهم جدا يكون عندك كثافه عدديه لكن كمان البوزيشن واقف فين ده كمان مهم جدا جدا واللي احنا شايفينه يعني بالظبط ده طبعا هدف رودريجو في المباراه الاخيره يعني احنا شفنا العرضيه تمت بشكل منسق جدا سريع جدا ده اللي امام السيتي بالظبط كده ده امام المان سيتي في السيمي فاينل ماتش اللي فات يعني هنجيب الهجمه من اولها طبعا المرتده كانت سريعه جدا من ناحيه اليمين اترفعت كان عدت كريم بنزيما عدت اكتر من لاعب كان ممكن يسجل ونزل طبعا على راس رودريجو ترجمه لهدف يعني احرز هدفين في هذا اللقاء نخش برضو على المثال اللي بعده بنقاط القوه عندهم ايضا في المرتدات السريعه من الاجنحه الج... الاجنبة الاجنبة طبعا زي ما قلنا الكرات العرضيه بتمثل او بتشكل خطوره كبيره جدا على المدافع او مدافع الخصم نفس كلام كابتن هاني فينيوسس أنا الثنائيه اللي كنا بنتكلم عليها بيعرف يقرا كريم بنزيما وماكنو طبعا رفع ايده كريم بنزيما وعرف ان هو ياخد المكان الصح التايمنج المظبوط واحرز هدف شوف الكرة على راس يعني على الرغم ان في اثنين من تشيلسي دي مباراه تشيلسي طبعا كان مع تاني كريم بنزيما مع بنزيما طبعا والتفاهم الواضح والميزه عندهم الاكشن سريع جدا يعني تيمبو عالي على التيمبو عالي بشكل كبير جدا بنيسو سريع جدا وبنزيمة بيعرف يقف فين وامتى ده مهم صحيح. جدا يعني توقع بالنسبه له رائع يعني. توقع الفينشينج عالي جدا عند كريم بنزيما بيعرف يقرا فينيسيوس دي كانت دايما برضه امام امام تشيلسي ها دايما ده دا دا امام تشيلسي وده بيمثل طبعا خطوره شفنا نفس الامثله مكرره امام المان سيتي هو نفس يعني كوبي بيست يعني نفس النمط من الطريقه الهجوميه او نقاط القوه وهي العرضيات أو طبعًا التفاهم في العمق ما بين فينيسيوس وكريم بنزيما. ده طبعًا هتشكل خطورة كبيرة جدًا زي ما بنقول التاكتكس بيكون يعني أو السيستمز بتختلف زي ما حضرتك قلت الكرة عبارة عن سيتويشنز يعني المدرب بيكون مظبط سيستم معين بينزل على حسب الأجواء أو على حسب المواقف اللي بيتم تغيير الشكل ممكن في الشكل دايمًا في حالة عدم استحواذ الكرة بنلاقي ريال مدريد بيقلب طبعًا 5 4 1 وبنشوف 4 4 2 في أغلب الأوقات أوكي. تكتيكيه بالنسبه للريال بشكل كبير لكن خلينا نتكلم على توقعاتك انت محمد الباز افضل لاعب في ليفربول طبعا هو محمد صلاح والجزء اللي ما بنتكلم كمان على ساديو ماني بيأدي بشكل اكثر من رائع ايه هيبقى مفتاح الفوز فين في ليفربول ومفتاح الفوز فين في ريال مدريد مفتاح فوز في ليفربول يعني كطريقه كمان وكافراد كافراد طبعا هو الافراد من ناحيه الافراد بنتكلم على دياز دلوقتي لاعب واعد ليه دور كبير جدا دياز. دياز, انا بالنسبه لي شايفه انه هيكون ليه دور كبير جدا خاصه في تقدم ميندي او كارفخال وهيلعب على كارفخال في الجبهه ديت فيها مشاكل كبيره جدا دفاعيه في خطوط ريال مدريد دياز عنده سرعات بيعرف يعني يقطع لجوه بشكل في العمق بشكل كبير جدا انا دايما بشوفه يعني زي ما عبد القادر عندنا انا دايما بمثله بيه بحس ان عبد القادر ان شاء الله ممكن يوصل لاعلى فورمه شبه بعض في حاجات كتيره دياز بالنسبه لي من اهم مفاتيح اللعب آآ آآ مانيش شويه ممكن يشكل خطوره يعني بارتباك لخط مستويات في الفتره الاخيره عاليه وقاية. جدا صحيح. م... هيسبب ارتباك في خط الدفاع آآ ليف... آآ ريال مدريد طبعا ممكن يدي مساحه كبيره جدا لمحمد صلاح لان تقدم مندي في بعض يعني اوقات كثيره من المباراه ممكن يكون في فرصه كبيره جدا طبعا في الفول باك زي ما بنقول ارنولد بيتقدم بشكل كبير جدا الديناميكيه مع هندرسون اللي بيدي مساحه لمحمد صلاح يقطع في العمق ويخش انا اعتقد الورقه الرابحه الاساسيه اللي ممكن تكون لها دور كبير دياز ثم محمد صلاح في من ناحيه على دور. مستوى ريال مدريد على مستوى واضح جدا انه طبعا دور. كريم بنزيما كريم بنزيما وفينيسيوس يعني انا شايف ان لوكا مودريتش هيكون ليه دور كبير جدا لان الخبرات خبراته مع النهايات الكثيره اللي لعبها يعني معظم لعيبه ريال مدريد لعبت اكتر من ثلاثه او اربع نهايات للتشامبيونز ليج وفازوا بيها يعني تقريبا فعندهم خبرات كبيره جدا في التعامل مع مثل هذه المباريات النهايات الكبيره بيقدروا ان هم بيلعبوا بالروح اكتر من من اي حاجه الحضور الذهني عندهم عالي جدا القوه البدنيه قد تكون من وجهه نظري يعني يعني اقوى من ليفربول في بعض اوقات المباراه انشيلوتي بيعرف يدير المباراه بشكل كويس جدا فالفيردي وعنده مفاتيح لا بيقدر ينزلهم اون تايم في التايمنج بشكل مناسب اجمل او ما يميز ريال مدريد هو الحضور الذهني اللي دايما تشوفه لحد الدقيقه 95 وده اللي شفناه امام تشيلسي بعد ما كان تشيلسي متقدم وخلاص قلنا تشيلسي هو اللي هيفوز قلب الموازين بريمونتادا نفس الكلام امام المان جي. سيتي والبيزي قبل كده الحضور الذهني مهم جدا حضرتك صحيح. يعني كوتش كبير تقدر تقول لنا لا. في المباريات النهائيات دايما الاعتماد اكتر على انا انا بايدك تماما يعني احنا بنشكرك اولا على التحليل الرائع ودايما بره الصندوق نشكرك شكرا جزيلا شكرا كابتن ودايما بتمتعنا يا محمد شكرا يعني شكراً كل شكراً التوفيق جزيلاً للنادي الاهلي في مباراه يوم الاثنين ان شاء الله والرجوع يعني بافريقيا بالثالثه على التوالي كل التوفيق للنادي الاهلي يا رب يا رب طبعا كل التوفيق لفرقتنا النادي الاهلي ان شاء الله استمتعوا بكورة جميلة إن شاء الله مع نهائي الحلم في بطولة نهائي دوري أبطال أوروبا وإن شاء الله استمتعوا يا رب إن شاء الله كمان بفرقتنا يوم الاثنين في بطولة جديدة يا رب تضاف لدولاب النادي الأهلي فأشكركم شكرا جزيلا معادنا مع المحترف يوم الخميس إن شاء الله كلنا مشغولين يوم الاثنين بإن شاء الله نهائي أفريقيا كل التوفيق لمنتخبنا شكرا جزيلا لحضراتكم